قيادة الرمل هي أصعب حاجة لسائق الرالي. الصحراء هو منزلي الخاص. أنا ناصر العطية من دولة قطر، محترف سائق راليات. قيادة الرمل هي مش سهلة، لكن طبعاً الشخص السائق لازم يحس بقيادة السيارة، يعني تعرف لأن قيادة السيارة ممكن يغرس في أسرع وقت وممكن ينجح في قيادة من غير ما يغرز يعني. قراءة الرمل وخاصة الطعوس الكبار لازم أن أنت تعرف اتجاه الريح. الحمد لله يعني هذه موجودة عندنا وما في أي مشاكل، ولازم تكون عندك سيارة يعني ممتازة ويكون فيها يعني قوة عشان ما تصيدك أي مشاكل في التغريز. الرمل فيه تقريباً ما يقارب الثلاث الألوان اللي هو الأحمر والأصفر والأبيض. هنا وين السيارة يعني أو لون الرمل يعني يختلف نوعاً ما، طبعاً هذه كلها بيرجع للخبرة. لابد انك تحترم الصحراء، الصحراء لها يعني مشاكل كثيره، ولهذا السبب يعني انا دائما ناجح لان دائما بحترم الصحراء لان هي جدا صعبه للجميع. قياده السياره خاصه في بعض المراحل لازم تعطي كل ما انت تملك يعني من طاقه من تركيز، لان الرياضه اللي احنا فيها تحتاج لياقه جدا عاليه. جميع الأوروبيين يتجهون إلى قطر أو الإمارات أو المغرب للإجازة خاصة في الصحراء، لأن الصحراء تعطي طاقة للشخص وراحة بال.